السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أشرف وفيديو جديد إن شاء الله بإذن الله ينول على إعجابكم مع قناة مطبخ الشيف شيكو توتا. النهاردة هنعمل يا جماعة جلاش، تمام، بالجبنة أو جبنة الشيدر أو جبنة موتزاريلا. المهم المقادير النهاردة ممكن ناس تحشي لحم مفرومة زي ما هم حابين. أول حاجة نجيب يعني زي ما بيقولوا كده واحدة جلاش، تمام، وجبنة شيدر وجبنة ميكس موتزاريلا، تمام، وكيس لبن، كوباية لبن هنحتاجها، معلقة بيكنج باودر، معلقة إلا ربع فلفل أسود، معلقة صغيرة ملح وسمنة، تمام. هنفك الجلاش ونرجع لكم مرة تانية. طبعا يا جماعة احنا كده دلوقتي فكينا الجلاش، هناخد أول ورقتين كده بالشكل دوت، تمام، وهنجيب البتاع الجميلة الفرشة دي ونبدأ ندهن السمنة على الورقتين بالشكل دوت اهوت كده، تمام يا جماعة. هندهن كده زي ما انتم شايفين، طبعا يا جماعة احنا ايه هصور لكم اول جزء وفي الاخر هديكم ان شاء الله بإذن الله الشكل النهائي، انتظرونا اهو يا جماعة. زي ما انتم شايفين الموضوع بسيط جدا 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 وسهل جدا، ما فيهوش اي مشكله اهوت بالشكل ده. الحته اللي ما فيهاش نحاول نحط يعني حته، تمام كده، تمام يا جماعه. هنيجي كده زي ما احنا شايفين كده هنعمل الجلاش بالشكل دوت، وبعد كده نبدا نجيب الجبنة مثلا الشيدر، جبنة الموتزاريلا، جبنة ميكس، جبنة رومي، برضه لازم تحب تعمل اللحمة المفرومة برضه تعملها، هتكون طعمها جميل جدا جدا جدا، ودي بصراحة بأبسط حاجة زي ما بيقولوا، بأبسط حاجة زي ما احنا شايفين كده. وطبعا نحط برضه الميكس بتاعنا هو بالشكل دوت. جبنة موتزاريلا برضه هتكون ليها طعم حلوة جدا هو بالشكل دوت. وبعد كده هنبدأ نتني كده كده زي ما انتم شايفين بالشكل دوت كده، واحدة واحدة خالص بالشكل دوت زي ما انتم شايفين بالشكل ده، ونحطها في الصينية. ونجيب يا جماعة صينية زي كده، طبعا هندهنها برضو بالسمنة من تحت كده زي ما انتم شايفين اهوت، ومن الجناب برضو اهي. يعني ان شاء الله بإذن الله معانا هتلاقوا فيديوهات كتيرة جدا بسيطة، اي حاجة مش عارفينها ان شاء الله بإذن الله هتلاقوها في فيديوهات قريبة ان شاء الله، تبقى على طريقة عمل الستيك المشوي وازاي نشتري الحتة لحمة الجميلة اللي تبقى كويسة وتعجبنا ان شاء الله بإذن الله، تمام. المهم وبعد كده يا جماعة نجيب وحدة الجلاش اللي احنا عملناها ولفيناها ونحطها بالشكل دوت اهوت زي ما انتم شايفين. وطبعا زي ما احنا عملنا دي هنلف برضو لغاية ما نخلصها ونصورها لكم ان شاء الله بإذن الله بعد ما نخلص الصينية، انتظرونا. ورجعنا لكم يا جماعة بعد ما خلصنا الصوابع زي ما انتم شايفين كده، وبعد كده نبدأ ان احنا نقطعها قبل ما نحطها في الفرن بالشكل دوت اهو زي ما انتم شايفين. تتقطع بقى كده وهكذا برضو نفس الكلام، طبعا كل ما السكينة تكون حامية كل ما الموضوع هيبقى أبسط وألذ زي ما انتم شايفين كده، وهكذا طبعا لغاية ما نخلص الحاجة اللي احنا عاملينها. هنوقف الكاميرا طبعا ونرجع لكم ان شاء الله بإذن الله بعد ما نقطعهم التقطيع النهائي، اوكي انتظرونا. تمام يا جماعة بعد ما قطعنا كده هنجيب برضو السمنة بتاعتنا الجميلة كده ونبقى ايه ندهن كده على الجلاش زي ما انتم شايفين، وطبعا نكون مجهزين الفرن بتاعنا على درجة حرارة 200،
تمام، او زي ما انتوا بتعملوا مثلا الكيكة بتكون بتعملوها على 150، على 220، على 200، ايا إن كان. انا بالنسبة لي انا بعملها على درجة حرارة 200، وبنشوف من تلت ساعة، نبدأ نبص من تلت ساعة لنص ساعة، يعني ممكن 25 دقيقة، ممكن 18 دقيقة، فبرضو نكون متابعين الحاجة اللي احنا عاملينها عشان برضو ما تتحرقش، وفي نفس الوقت برضو ما تطلعش نية. تمام كده يا جماعة، زي ما احنا شايفين دهنا كل حاجة زي كده. تمام، وزي ما قلت لكم انتظرونا. طبعا يا جماعة زي ما انتم شايفين كده دخلنا الجلاش بتاعنا، تمام، اهيت على درجة حرارة 200 ولمدة مثلا 25 دقيقة او 30 دقيقة، وطبعا هنتابع معاها. تمام كده، انتظرونا ان شاء الله باذن الله مع الشكل النهائي. بعد ما حطينا يا جماعة الجلاش في الفرن، بعد 5 دقايق بالظبط هنطلعه. تمام، ونكون بعد ما نحطه في الفرن بالظبط هنجيب اللبن، هنحط مثلا في حدود مثلا نص كوباية لبن، عشان طبعا احنا عاملين كمية مش كتير. وهنجيب معلقة الملح زي ما انتم شايفين كده، ومعلقة البيكنج باودر والفلفل الأسود، يعني شوية صغيرين بس، يعني شايف ان ده كتير بصراحة. تمام، ونبدأ نقلب، هنقلب كويس جدا يا جماعة زي ما انتم شايفين. واللي حابب ان هو يضيف بيض ممكن يضيف بيض عادي، لكن انا شايف ان اللبن بيكون طعم اكتر وبيطعم الحاجة اكتر. تمام، بعد 5 دقايق يا جماعة هنطلع الصينية تاني من الفرن واقول لكم هتعملوا ايه، انتظرونا. هي دلوقتي في الفرن زي ما احنا قلنا هنسيبها 5 دقايق بالظبط، في ال5 دقايق بنكون بنجهز الحاجة دي. تمام، او ممكن بيضاية برضو وتعملوا اللي انا اقول لكم عليه، انتظرونا. وبعد يا جماعة ما خدت 5 دقايق في الفرن، هنجيب اللبن بتاعنا، طبعا انا زودت شوية صغيرين، وهبدأ كده انزل على الجلاش بتاعنا بالشكل ده كده. في ناس ممكن تحب تحط بيض، طبعا الاكل اذواق زي ما انتم عارفين، بس انا اعتبر عاملين يعني زي جبن، فاللي هو كلبن يعني يكون طعم اكتر، وحاجة زي دي تكون طعمها لذيذ. بعد ما نخلص زي كده هنرجع الصينية بتاعتنا تاني في الفرن. تمام كده يا جماعة، انتظرونا. وده يا جماعة الشكل النهائي بعد ما طلعنا الجلاش بتاعنا الجميل. تمام، وكده طبعا استوى، وعايز اقول لكم يا جماعة الريحة جميلة جدا 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 جدا. بصوا يا جماعة حتى كده، بصوا الموتزاريلا وجبنة الشيدر عاملة طعم جميل جدا جدا جدا. انتظرونا يا جماعة فيديوهات ان شاء الله جاية مع قناة شيكو توتا او مطبخ شيكو توتا. متنسوش تعملوا سبسكرايب وكومنت وشير ولايك عشان تدعمونا ان احنا نستمر ان شاء الله بإذن الله. شكرا. وده يا جماعة كان الشكل النهائي للجلاج بتاعنا، وان شاء الله بإذن الله يعجبكم، والف هنا وشفا. يا ريت يا جماعة لو سمعتوا متنسوناش من اللايك والشير والكومنت على قناة شيكو وتوتا او مطبخ شيكو وتوتا، ما تنسانوش لايك وشير وكومنت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.